أطار معرض الكتاب في دورته 51 المفكر المصري الراحل جمال حمدان شخصية المعرض للعام الحالي. والمفكر جمال حمدان قام بتأليف نحو 29 كتابا و79 بحثا ومقالة، في مقدمتها كتاب شخصية مصر الذي نشر عام 1967، والتي تعتبر من أهم الكتب التي كتبت ودرست جغرافية مصر بأنواعها. وقد قرر هذا الكتاب على طلبة الجغرافيا في مصر كلها، وذلك لما لهذا الكتاب من أهمية وما فيه من معلومات عظيمة. فهو يتساءل عما يعطي منطقة ما تفردها وتميزها بين سائر المناطق. وفي عام 1967 أصدر كتابه اليهود أنثروبولوجيا، والذي أثبت فيه أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين. لقد أخذ حمدان بعد رحيله حظه من التكريم ما لم يأخذه مفكر من قبل. وقال الدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية أحد تلاميذ الدكتور جمال حمدان إن فضل مؤلفات العالم الراحل ما كتبه عن الشخصية المصرية ودراسة في عبقرية المكان. كما أكد الأديب يوسف القاعدة أن جمال حمدان كان يصمم أغلفة كتبه، وكان خطاطا يكتب عناوين كتبه، ومن هذه الرسومات رسم وجه امرأة، وهذه هي مفتاح شخصيته. فكان في حياته قصة حب كبيرة أحبطت فقد حياته أعذباً.